ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ما ينخاف عليهم في المستقبل، ولا هم يحزنون. الذين آمنوا، يؤمن بالله ويتقي، مو إيمان صوب تقواه صوب، مو الله أكبر في المسجد وفي السوق الدولار أكبر، مو يتكلم عن الأخلاق وما عنده أخلاق، مو يتكلم عن الدين والدين المعاملة ومعاملته سيئة. الذين آمنوا وكانوا يتقون أولئك لهم البشرى. يعني إحنا ممكن نكون من أولياء الله؟ نعم، بشروط. شرط الأول أن تطلب، ألا تقول وفي اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. تولنا يعني شنو؟ يعني الله يدبر أوضاع، الله يخطط لك، مو أنت اللي تخطط.